Good afternoon, girls. How are you? Today we are going to start with a new subject. اليوم راح نبدأ موضوع جديد اللي هو the present perfect tense. اليوم راح نبدأ بناتي بموضوع جديد اللي هو المضارع التام. شنو هو المضارع التام بنات؟ المضارع التام يعني هو يعتبر فعل بالماضي، بس اشنو بنات؟ بس يعتبر فعل بالماضي بس اشنو له اثر، يعني بعد ما كان خلص بشكل نهائي، يعني ما يعتبر ماضي منتهي، ماضي بسيط. بنات الماضي البسيط هو ايش يكون؟ الماضي البسيط يكون انه الفعل ما ظل له اي اثر، يعني يا البيحة، يا قبل ساعه، يا قبل ساعتين، يا قبل نص ساعه الى اخره. نستخدم له yesterday و last و go. بنات الفعل الماضي ظروفه هي yesterday يعني البيحة شيء راح وانتهى، last يعني أيضا شيء راح وانتهى، last month، last week، last day، ago يعني أيضا مضى، 2 hours ago، 3 months ago إلى آخره، شيء مضى له أثر. بنات الفعل هذا أشنو هذا بنات؟ هذا الفعل الماضي يعني الزمن الماضي، تمام لو ما تمام؟ هسه نجي على الفعل في الزمن التام، أو نجي على المضارع التام، العفو المضارع التام. أشنو بنات هو المضارع التام؟ المضارع التام الفعل انتهى بس أشنو أثره لا يزال موجود، يعني هسه أنا اشتغلت وخلصته، إيدي بعد من داي، غسلت مواعين إيدي بعد من داي، إيش معناته هذا الزمن المضارع التام؟ إنه أنا توني مخلصة غسل المواعين وأثر الماي بعده على إيدي، أوكي بنات؟ مثلاً إحنا خلصنا تونا الأكل، الماء إذا بعد ما صبي بعد ما كن عزلنا، إذا يعتبر الماء الزمن هو بالمضارع التام لأن الأثر مال الفعل بعده موجود، أوكي بنات؟ فنكتب قاعدة المضارع التام. إيش هو المضارع التام بنات؟ نستخدم المضارع التام ايمتي بنات؟ عندما نتحدث عن فعل حدث وانتهى في الزمن الماضي، كان انتهى الفعل بالزمن الماضي بس اشنو بنات؟ لكن اثره لا يزال موجودا، اكو بعد اثر للفعل، اوكي بنات؟ او عن فعل بدا بالماضي بس بعده مستمر الى حد اللحظه، او عن فعل بدا في الزمن الماضي لكنه مستمر الى الان، اوكي بنات؟ هذا هو القاعده مال مضارع التام، العفو يعني استخدام المضارع التام. هسه نجي على القاعدة بنات، القاعدة بنات subject، subject شنو؟ فاعل، زائدا ايش بنات؟ زائدا have او has، زائدا تصريف ثالث للفعل، اوكي بنات؟ هسه راح نجي على subject. subject يشمل لنا she، he، it او اي اسم مفرد. هذولي اش ياخذون بنات؟ هذولي راح ياخذون has، اوكي؟ السبجكت يشمل لنا I، we، you، they او اي اسم جمع، هذولي راح ياخذون have، اوكي بنات؟ هاي هي قاعدة المضارع التام. قبل ما ناخذ امثلة بنات راح نكتب النفي مالته بنات، النفي مالته هم ما بينو شي بنات، مجرد subject زائد have و has زائد not، بنات تخلوني not، زائد تصريف الثالث للفعل يبقى نفس ما هو، هذا النفي. هسه الاستفهام بس تحولولي have و has بالبداية بعدين subject اللي هو هذولي زائدا past participle، اوكي هذا الاستفهام. اذا بنات هذا راح يكون عندنا مثبت، هذا راح يكون عندنا منفي،
هذا راح يكون عندنا استفهام. اوكي بنات، هذا اول شيء اشنو هو المضارع التام. هسه راح ناخذ جمل عن الموضوع. جملة بنات مثلا I have lived in Mosul for 10 years. عشت بالموصل لمدة 10 سنوات. اوكي ناخذ جملة اخرى She has cooked. بقوا بنات الاي تاخذ هاف، الشي تاخذ هاز، والتصريف الثالث نفس ما هو اللي هو اما ايدي او شاد. I have she has cooked the lunch، يعني توا طبخت الغداء. اوكي بنات، قلت لكم النفي مجرد نخلي نطرح ناخذ أمثلة عن النفي. اكتبوا بغيرون حتى تعرفون عن النفي. مثلا I have not finished yet، يعني لي هسه ما خلصته بعد. اوكي بنات، yet راح نستعملها بس مع النفي. هسه نكتبكم هي بالملاحظات. اوكي بنات، هسه ناخذ جملة عن الاستفهام بنات. خلينا ناخذ جملة اخرى عن النفي. she hasn't come. came التصريف الثالث مال come هو ايضا come. she hasn't come yet. هسه ناخذ عن الاستفهام بنات. Have you repaired the car؟ هل صلحت السيارة؟ اوكي بنات، اذا مجرد انه حولنا الهاف ببداية الجملة. اوكي خلينا ناخذ مثال اخر عن النفي. Has ليلى cooked the لانشيت؟ طبخت ليلى الغداء لو بعد. اوكي بنات، هسه بنات راح ناخذ مجموعة من الملاحظات. اشني هي الملاحظات بنات؟ الظروف اللي تدل على المضارع التام بنات. اشني هي اهم الظروف اللي تدل على المضارع التام؟ الظروف التي تدل على المضارع التام اشني هي بنات؟ بنات سينز معناها منذ. اوكي فور معناها لمدة. يت معناها لحد الان. اوكي جاست معناها تماما. اوريدي معناها يعني يعني معناتها هي نفس معنى جاست بس يعني قبله بشويه. اوكي فخلي اكتب الكميه قبل الان، يعني قبل جاست بشويه. الفرق بينه وبين جاست انه جاست نفس هاي اللحظه تماما بهاي اللحظه، بس اوريدي قبل الان، يعني اوريدي يصير قبل جاست. اوكي بنات، نيفر للنفي بنات، نيفر معناتها مطلقا، أبداً معناته يعني بين قوس العفو، never معناته أبداً، و ever نستعمله فقط مع الاستفهام معناته مطلقاً. أوكي بنات، هذول هي من الظروف مال مضارع التام، تحفظوهم مثل اسمكم. وهسه حتى أنقلكم كل وحدي لليش نستخدمها. أوكي بنات، هاي الظروف since منذ، for لمدة، yet لحد الآن، just تماماً يعني بهاي اللحظة تماماً، اوريدي قبل هاي اللحظة، never ابدا، ever مطلقا. هاي الظروف. هسه راح نجي بنات على استخدام هاي الظروف، استخدام الظروف. اوكي بنات، ليش نستخدم هاي الظروف بنات؟ راح نجي اول شيء على yet. اولا بنات، اول شيء بنات عندنا yet، نستخدم yet مع، انتبهوا، مع النفي والاستفهام
فقط، ما تستخدموا ليت أبدا مع المثبتة. أوكي بنات، نستعملها فقط مع النفي والاستفهام. أوكي، مثل إيش بنات؟ نأخذ مثال عن اليد. She hasn't، تحقوا بنات منفية، arrived yet، بعد ما جت. مثلا خلينا ناخذ استفهام، have you written your homework yet؟ يعني كتبت واجبك لو بعد؟ هذا معناته. اوكي بنات، هاي نستخدم yet. بعد بنات راح ناخذ أداة أخرى اللي هي بنات since والفور. بنات ثانيا خلينا ناخذها، نعملها ثانيا. راح نبدي بنات بالفور. فور ايش معناته بنات؟ فور معناته لمدة. اوكي بنات، فور معناته لمدة. امتى نستعملها؟ نستعملها بحالة كنا قد نتحدث عن فترة زمنية طويلة، بس اشنو بنات؟ هاي الفترة بدت وهاي الفترة انتهت. فقبل ما اكتبكم الفور والسينز، راح اكتبكم مخطط اشمد امتى نستعمل الفور وامتى نستعمل السينز. اوكي بنات، هوني اكو حدث. اوكي، هذا الحدث بدينا بينه هوني، مثلا من هوني بدأ انطلق الحدث. الحدث مشينا بينه، مشينا مشينا من هوني بدأ، من هوني بدأ الحدث، مشينا بينه مشينا بينه. دنستعمل سينز، الحدث قيمشي بعد ما كان خلص، ما نعرف النهاية، بعد ليه هسه ما كان خلص الحدث. يعني ايش معناته؟ معناته مثلا انا كنت عايشي، انا عايشي بالموصل منذ سنة 1994، انا بعدني عايشي بالموصل منذ، يعني الحدث بعد ما كنت توقف. بس بنات اذا مشينا بالفعل، مشينا مشينا مشينا، توقف الحدث، راح نستعمل فور. يعني السينز الحدث بدأ بس بعد ما انتهى، الفور الحدث بدأ وانتهى. أنا عايشي بالموصل لمدة 4 سنوات، يعني بديته هوني وانتهيته بنهاية ال4 سنوات. أوكي بنات، فراح نبدي بنات بالفور. فور معناها لمدة، تستخدم عند التحدث أو عند معرفة نهاية الفعل وبدايته، يعني عند التحدث عن بداية الفعل ونهايته، يعني البداية والنهاية، الفعل انتهى. أوكي بنات، الفعل ما ظلوا أي أثر. أوكي بنات، وأكو ملاحظة أخرى، أو خلوا الملاحظة بعد ما نكمل سينز، خلينا نكتب أمثلة وبعدين. ملاحظة أخرى، I have lived in بصرة، عشت بالبصرة for 7 years، أنا عشت بالبصرة لمدة 7 سنوات، يعني عشت ورجعت. فور هذا هو 7 سنين، بدت وانتهت ال7 سنين. أوكي بنات، نأخذ مثال آخر. She has cooked the lunch for 2 hours، صار ساعتين قد تطبخ، يعني بدت وخلصت. اوكي بنات، هسه راح ناخذ سينز وراح اعطيكم هي الملاحظه اللي تفرقون بي بين السينز والفور. هسه عدنا بنات السينز، ايش بي السينز بنات؟ تستخدم عندما نتحدث عن ايش بنات؟ تستخدم عندما نتحدث عن فعل بدأ ولم ينتهي لحد الآن، يعني ما كان انتهى الفعل. يعني مثل ايش بنات؟ ناخذ أمثلة. I have، نفس الجملة بس دبدلكم هي حتى تعرفون الفرق بيناتهم. I have lived in بصرة since 1999، أنا عشت بالبصرة منذ 1999، بس أشنو بعد ما رجعت من البصرة؟ بعدني بالبصرة، إذا الفعل بعد ما انتهى. أوكي بنات، ناخذ مثال آخر. She has
studied. She has studied English. صار لقد تدرس إنجليزي since morning. قد تدرس إنجليزي من الصبح وبعد لها السماكة خلصت. أوكي بنات، فراح أكتبكم ملاحظة تفرقون بيا بين since والفور. إشني هي الملاحظة بنات؟ ملاحظة بنات، الملاحظة هي سينز تأتي مع أرقام السنوات مع التواريخ مع التواريخ الساعات أسماء الأشهر أسماء أيام الأسبوع إلى آخره. أوكي بنات، هاي ملاحظة اللي عن سينز بنات. بس أشنو بنات، أكو ملاحظة والباقي تجي معاهم فور. أكو ملاحظة طلخ بنات راح تفرقون بيا بسينز وفور بدون أبد أبد ما تدوخون. أشون بنات؟ فور نستخدم فور، طبعا هي راح تجيكم على شكل فراغات بنات، بعد الفراغ في حالة وجود المفرد و اس الجمع في الظرف. اوكي بنات، هاي الملاحظة هي اللي راح تحلون كل الحل مالتكم عن طريق هاي الملاحظة. اوكي، فهسه راح اعطيكم امثلة ومن خلال الامثلة راح تفتهمون الحكي مالتي كلتو اشنو، لان باقي الحالات بنات كلتم سينز. بس اذا عندكم اي المفرد واس الجمع تستخدمون فور. اوكي دحقوا بنات، نرجع على المعيشة. He has lived in موصل فراغ جون، منذ شهر جون. اوكي، اعطيتوكم سينز، اعطيتوكم فور. هاي اول فراغ. فراغ الاخ، she has lived in بصرة. she has lived in بصرة. she has lived in بصرة. فراغ ايش قد فراغ؟ مثلا نقول فراغ 7 years. اوكي بنات، عندكم سينز وعندكم فور. بنات دحقوا سينز ودحقوا على فور. هوني عندنا جون وهوني عندنا ايش عندنا؟ هوني عندنا 7 سنوات، يعني عندنا اس الجمع. اذا هوني عندنا اسم شهر، ايش راح نخلي بنات؟ راح نخلي سينز، يعني منذ شهر جون. هوني عندنا 7 سنوات، يعني عندنا اس الجمع. دحقوا بنات، عندنا اس الجمع، ايش راح نخلي بنات؟ راح نخلي فور. راح ناخذ مثال اخر حتى نعرف نفرق بين السينز وبين الفور. المثال الاخر اللي راح ناخذه بنات هو I haven't seen my parents. فراغ فراغ Monday، من الاثنين. قلت لكم scenes وقلت لكم four. فراغ الاخ، I haven't seen my parents. فراغ ايش قد؟ فراغ a month، منذ شهر. اي ما هي سينز واي ما هي فور؟ دحقولي على بعد الفراغ. هوني عندنا Monday، عندنا اسم من ايام الاسبوع، وما عندنا لا اي المفرد ولا عندنا اس الجمع، اذا راح ناخذ سينز. اوكي، هوني عندنا بنات
هم بالخيارات العفو سيز وفور عندنا. سيز وفور ايش عندنا بنات؟ عندنا امانث، عندنا اي المفرد. اذا ايش ناخذ بنات؟ ناخذ فور. اذا بهاي الطريقة بنات اتفرقوا لي باستخدام السينز عن استخدام الفور. هسه بنات راح نجي على باقي الظروف. اتكم بنات ثالثا نيفر للنفي يعني اشنو بنات؟ يعني هي بحد ذاتها نفي لا نحتاج الى نط، هي اصلا منفي. اوكي بنات ما نحتاج نط لان هي اصلا نفي. ناخذ مثال I have never been to Egypt. انا ما كنت رحت على مصر. اوكي بنات هي اصلا منفية ما يحتاج اقول انه متلغة احتاج النط، ما يصير استعمل النط. اوكي بنات I ناخذ مثال اخر I have never eaten seafood. ما كنا كتو ابدا طعام بحري. اوكي بنات هسا نجي على الأداة الأخرى هوني بس مع النفي الإيفر مع الاستفهام يعني أشنو؟ لعمل السؤال. أوكي بنات مع الاستفهام حتى نعمل بيا سؤال يعني مثلا قلت لكم she has visited لندن، زارت لندن. بالامتحان قلت لكم ever، من قلت لكم ever بنات راح تعرفون انه انا قد اقول لكم اعملوا سؤال. اشو نعمل سؤال؟ مجرد نحول الهاز ببداية الجملة has she بعد الفاعل رأسا راح تخلوا لي الظرف ever وتكملوا لي visited لندن. اوكي بنات اذا ايفر مع النفي العفو ايفر مع الاستفهام فقط. نجي على خمسة ظل عندنا just will already. هذول just will already استخدام اللي عندكم مع المثبت وايمتى تجي بنات؟ تأتي بعد الفاعل. هيكتب الجملة بنات مثلا عندكم I have just finishes my homework. إذا وين تجي بنات؟ تجي بين الفاعل، تجي بعد يعني العفو تجي قبل الفعل، قبل الفعل يعني إيمتي وبعد الفاعل، بعد الفاعل. اوكي بنات هذا الفاعل وهذا الفعل تجي just بيناتهم. already نفس الشيء she has already arrived هالسعدة جد. اوكي بنات هذه هي الظروف اللي نستخدمها بين نستخدمها بالماضي بالعفو بالمضارع التام. راح أعطيكم بعد أمثلة وأنتم تعرفون إذا كانت استفهام وإذا كانت مثبت وإذا كانت منفي. راح نأخذ هذا المثال كتبتونه بس خلي أكتبه مرتلخ she has never eaten مثلا seafood ما كنا كلت أبدا طعام البحر. نأخذ مثال آخر she hasn't eaten lunch yet. هوني عندنا yet، هوني عندنا never، هوني بعد ما كنت غدت معناته. اوكي مثلا مثال اخر ليلى has already come. ليلى توك جت. اوكي أو خلينا نقول نفس ليلى إنه توا غادرت she has just
left توه كن غادرت. اوكي بنات. have you ever cheated, هل سبق لك ان غشيت بالامتحان؟ in the exam علامة استفهام. اوكي بنات، قلنا لكم الفرق بين الماضي البسيط وبين المضارع التام. هسه حتى بنات راح اعطيكم مثال او راح اعطيكم الفرق بين have gone وبين have been. هاي have gone والhave been نستخدمها عند السفر، يعني عندكم have gone وعندكم have been. بنات هذولي نستعملهم مع السفر، يعني ما مع السفر وانما مع راح ورجع. انتم راح تعرفوها من تعرفون معناها، راح تعرفون تخلوها بالفراغ المناسب. اشنو معناها بنات؟ بدي اكتب لكم هي بالمصلاوي حتى ما تخبطون بيها. دحقوا بنات. have gone، اشني have gone؟ have gone راح وما رجع، راح وبعد ما رجع. اوكي بنات. have been، اشني have been؟ have been راح ورجع. اوكي بنات. have gone راح وما رجع، have been راح ورجع. هاي تستخدموها مع اي مكان، يعني مع اي شيء بينه، طلع على السوق، طلع السفر، طلع على اي مكان بنات. اوكي بنات. زين خلينا ناخذ جمله، خلينا ناخذ جمله عن كل وحده. she has gone to، ايش ناخذ مكان؟ to امريكا. كم راحت على امريكا؟ she has gone to America، يعني اشنو بنات؟ راحت على امريكا بس بعد ما رجعت. اوكي بنات. اذا قلنا she has been in America، ايش معناته بنات؟ يعني كن راحت وكن رجعت. اوكي بنات. اذا have gone راح وما رجع، have been راح ورجع، يعني كان هنوك. اوكي بنات. راح ورجع هوني بقنوكا بعد وما كن رجع، هوني راح ورجع. يعني خلينا ناخذ جملة أخرى. وحدي سألت مثلا where is my father، هوني بنات قد تسأل وين أبوي. نقول she has فراغ to the market. اش نقول؟ gone لو been. دحقوا على الجملة بنات. قد تسأل وين أبوي، وأبوها كان راح وبعد ما كان رجع. دحقوا بنات، راح وبعد ما رجع، يعني اش تقولون بنات؟ تقولون gone. اوكي بنات. خلينا ناخذ مثال آخر عن الجن وعن البين. مثال آخر. سارة has gone to the market، سارة كان راحت على السوق. اوكي بنات. she hasn't come yet، بعد ما رجعت. خلينا ناخذ جملة اخرى. I have been، كنت بالسوق. in the market، أنا كنت بالسوق. زين أش أقول بنات؟ مثلا I bought، اشتريت some milk، اشتريت بعض الحليب. أوكي بنات. هذا هو الفرق بين ال have gone وال have been. بنات هاي بالامتحان تجيكم على شكل فراغات، إيمتى تستخدمون ال have gone وإيمتى تستعملون ال have been.